لأن اقتصادكم أولوية. نسلط الضوء على ما يؤثر في مستوى المعيشة والنمو في مجتمعاتنا، ونناقش الخطط التنموية والاستراتيجيات الحكومية، لا سيما في أيامنا هذه حيث ازدادت مخاوف الناس من آثار فيروس كورونا وانعكاساته على حياتهم في مختلف جوانبها. فأهلا بكم في برنامج اقتصادكم، ونتناول في هذه الحلقة. تساؤلات عدة عن مجالات الاستثمار الآمن في زمن كورونا. وفي السعودية تعزيز حماية المواطنين من موظفي القطاع الخاص في السعودية بعد قرار الملك سلمان بتحمل الحكومة ل 60% من رواتبهم بسبب أزمة كورونا. وفي السودان الوباء يوجه ضربة لاقتصاد البلاد المتوعد. في زمن وباء كورونا تشهد أسواق المال والاقتصادات العالمية حالة من الاضطراب المستمر، بما يؤثر على الاستثمارات ويبقي كيفية توجيهها والاستفادة منها مسار جدل دائم. في الوقت الذي تشهد فيه أسواق المال والاقتصادات العالمية حالة اضطراب غير مسبوقة بسبب تفشي وباء كورونا، يتساءل الكثيرون عن كيفية استثمار أموالهم بعد أن أصبح من الصعب تحديد مجال الاستثمار الآمن. البعض يلجأ لشراء العقار خوفا من المغامرة بأموالهم والدخول في أي مشروعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وخسارة رأس مالهم لأي سبب، لذلك يعتقدون أن الاستثمار في العقار هو الخيار الأنسب، بينما يرى بعض المستثمرين أن الاستثمار في البورصة خيار جيد لأن أسعار الأسهم عادة تتراجع في أوقات الأزمات، وبالتالي تمثل فرصة جيدة لاستثمارها في شركات ذات وضع مالي قوي والاستفادة القصوى من هذا الاستثمار، لأن امتلاك أسهم في أي شركة يجعلك جزءا منها، ومع الوقت حين تزداد أرباح الشركة ونموها على الأمد الطويل سوف تستفيد أنت أيضا من ذلك، ليس فقط بارتفاع سعر أسهمك بل وبأشكال عدة مثل توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركة لمساهميها. ولكن آخرين يرون أنه في زمن الاضطرابات الاقتصادية فإنك إن لم تراعي حركة صعود وهبوط الأسهم فستتعرض لخسائر كبيرة. فريق ثالث يفضل الذهب ويرى فيه الاستثمار الآمن على مر العصور، فهو يعد مخزنا للقيمة ويحفظ الأموال من عوامل التضخم وغيرها، كما أنه يعد الاستثمار الأكثر استقرارا، فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره فإنه سيواصل الزيادة على المدى البعيد. وحول الاستثمارات نتحدث مع ضيفنا من القاهرة الخبير الاقتصادي أحمد معطي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد معطي، كيف يمكن تحديد الاستثمار الآمن في زمن التقلبات الحادة في أسواق الأسهم؟ أهلا بحضرتك وبجميع المشاهدين. بالتأكيد الفترة التي نعيشها هذه الأوقات هي من أصعب اللحظات ومن تعتبر من لحظات الركود الاقتصادي العالمي، كما صرحت رئيس البنك الدولي وأيضا مديرة صندوق النقد الدولي. الاستثمارات في هذه الفترة في أسواق المال هناك اضطرابات كثيرة، نرى صعودا وهبوطا، نرى الداو جونز الأمريكي دائما في تحركات متقلبة، هناك بالتأكيد ننصح بالاستثمار في أسواق المال خلال هذه الفترة، ولكن في قطاعات محددة. هذه القطاعات في رأيي الشخصي هي قطاعات بالتأكيد قطاع الصحة، رأينا أسهم كثيرة مثل سانوفي مثل فايزر، عدة أسهم في قطاع الصحة تشهد نموا، خاصة مع أن اللحظة التي نعيشها هي الآن هي أزمة صحية بالتأكيد بسبب جائحة كورونا. أيضا قطاع الدفع الإلكتروني أسهم مثل فيزا مثل ماستر كارد
جميع هذه الأسهم في صعود. ننصح في هذه الفترة الاستثمار في هذه القطاعات في الأسواق المال والابتعاد عن القطاعات مثل قطاع السيارات، قطاع العقارات أيضا سيشهد تذبذبا. سنتحدث عن العقارات، ولكن أود أن أسأل بداية عن الذهب. هو مرتفع منذ بداية السنة بحوالي 177 دولار، والأونصة تناهز اليوم مستويات 1700 دولار. هل هي مستويات نرى أنها مناسبة للاستثمار؟ بالتأكيد كما نعلم جميعا أن الذهب هو الملاذ الآمن وقت الأزمات، ولكن في خلال هذه اللحظات كما حضرتك تفضلتي الذهب يصل إلى مستويات 1700 دولار للأوقية، فهذه المستويات في رأيي هي خطرة للشراء لأنها مستويات مرتفعة للذهب. من الأفضل الانتظار لتصحيح الذهب إلى مستويات 1500 دولار، ومن هنا ينصح بالشراء مرة أخرى، خاصة أن هذه المستويات التي نعيشها هذه اللحظة هي مستويات مرتفعة للذهب، وبالتأكيد الذهب سيبقى الملاذ الآمن، لا سيما أن أسعار الفوائد في العالم منخفضة بشكل قياسي لدى البنوك المركزية، فإلى أي حد هذا يؤثر أيضا على الاستثمار بالذهب؟ رأينا بالفعل جميع أغلب الدول تقوم بتخفيض الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار. رأينا أيضا الولايات المتحدة تقوم بتخفيض الفائدة إلى مستويات صفرية، بالتأكيد هذا يدعم الذهب في الارتفاع خلال الفترات القادمة، والعقار أيضا هذا القطاع يستفيد من تراجعات أسعار الفوائد. فكيف ترى تأثر اليوم السوق العقارية بفيروس كورونا، وإلى أي حد هناك إقبال على العقارات؟ العقارات دائما نقول انها تمرض ولا تموت. راينا في 2008 والازمه الماليه ان بالفعل كانت الازمه ايضا مع العقارات، ولكن قامت العقارات مره اخرى. خلال هذه الفتره سوف نرى ان هناك ازمه في قطاع العقارات. قطاع العقارات يشهد ازمه حاليا، لا أنصح شخصيا بالاستثمار في قطاع العقارات خلال هذه اللحظة، ولكن الاستثمار سوف يكون في قطاع العقارات الفترة القادمة أعتقد خلال شهرين أو على الأقل عند وصول إلى عقار لجائحة كورونا. قطاع العقارات رأينا أغلب الشركات تقوم بتخفيض مرتبات الموظفين مثل شركة أعمار. سنرى أيضا خلال الفترة القادمة الشركات تقوم بتخفيض القيمة الشرائية للعقار. شكرا جزيلا لضيفنا من القاهرة الخبير الاقتصادي أحمد معطي، شكرا لوجودك معنا. في السعودية تم تعزيز حماية موظفي القطاع الخاص من المواطنين بعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بتحمل الحكومة عبر نظام الساند ل 60% من رواتب المواطنين في منشآت القطاع الخاص التي تتأثر بتداعيات فيروس كورونا. ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية لمواجهة أزمة كورونا، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً استثنائياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالتداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا وتعطل الأعمال في معظم الشركات. تتحمل الحكومة عبر نظام ساند 60% من رواتب المواطنين وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. الخادم الحرمين الشريفين حفظه الله استشعر هذه الصعوبة، واستشعر أن أصحاب العمل عدم قدرتهم لدفع أجور العمال ربما سيؤدي إلى قيامهم بفصل العمال من العمل واستبعادهم من العمل، والحقيقة هذا موضوع يعني لا ترغب أي دولة فيه لأنه يرفع نسب البطالة، يؤدي إلى فقدان دخل للناس، فأمر
سيدي خادم الحرمين الشريفين على أن يتم عمل بعض الاستثناءات من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند لكي يتم الصرف لهؤلاء المشتركين وهم على رأس العمل بدون أن يفقدوا وظائفهم مع استمرار العلاقة العمالية، وبالتالي نضمن أنه هذول يستمر دخلهم من صندوق التأمين ضد التعطل عن العمل وفي نفس الوقت حافظوا على وظائفهم. الصرف إن شاء الله بيكون لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حسب مستجدات الأمور. وبموجب القرار يحق لصاحب العمل أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة تصل إلى 3 أشهر وبحد أقصى 9000 ريال شهريا، في خطوة تهدف إلى المحافظة على عدم ارتفاع نسبة البطالة. الخطوة التي اتخذتها الحكومة السعودية الرشيدة لها عدة أهداف. الهدف الأول حماية القطاع الخاص من الانهيار، خصوصا مع تداعيات فيروس كورونا وكذلك تداعيات انهيارات أسواق المال وحركة التجارة العالمية وكذلك أسعار النفط وتعطل أعمالهم. هذا ستضرهم بشكل كبير، ومما سيكون له التبعة اللي هي بدء في تسريح العاملين كما رأينا في كثير من دول العالم. من أجل ذلك قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بدعم الموظفين القطاع الخاص ب 60% من رواتبهم بما يقارب 1,200,000 موظف لمدة 3 شهور اعتبارا من شهر أبريل، وذلك بهدف منع تسريحهم، الحفاظ على القطاع الخاص من تحمل تبعات. ويقدر عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض حوالي 1,200,000 عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض في شهر إبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتبارا من أول عمل في شهر مايو لعام 2020 لتغطية أجر شهر إبريل. قرار أعاد الروح لموظفي القطاع الخاص وبث الأمل من جديد في استمرارهم في أعمالهم من دون تأثر بتداعيات جائحة كورونا. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض. وللمزيد ينضم إلينا من الرياض الخبير الاقتصادي محمد السويد. أهلا أستاذ محمد، ما مدى الضغوط الموجودة اليوم على القطاع الخاص وعلى الوظائف في السعودية؟ الضغوط أعتقد أنها كبيرة، لأن السعودية قبل موضوع أزمة كورونا تمر في فترة تحول تم فيها تعديل كبير في مهم طبعا في السياسة المالية العامة خلال السنوات الماضية، وأخيرا يعني خلال السنة الأخيرة 2019 قبل يعني تبدأ أزمة كورونا يعني تم أيضا تعديل إضافي في سياسة المالية العامة. إحنا زي ما عارفين القطاع الخاص بشكل كبير معتمد على الصرف الحكومي طوال الفترة الماضية، والآن يعني الحظ السيء للقطاع الخاص أن حصلت أزمة كورونا في نفس الوقت اللي نمر فيها فترة التحول الوطني في الاقتصاد. فالقرار الأخير هذا كان جدا كويس أنه يخفف من الآثار الإضافية. ولكن كيف تتعامل الشركات مع الضغوط المالية الموجودة عليها اليوم إلى جانب برنامج ساند وأهميته؟ بكل تأكيد هو الشركات يعني بحد ذاتها تعتمد على مواردها الذاتية خلال فترة التحول، فتوقف الأعمال خلال 2 أو 3 أشهر وهي المدة اللي يعني وضعت للحوافز هذه الجديدة هي راح يعني تفقد الشركات هذه كثير من مبيعاتها، خاصة إذا كنا نتكلم عن قطاع التجزئة، لأن مقبلين الآن على رمضان الكثير من المؤسسات الصغيرة اللي غالبا تستفيد من مبيعات شهر رمضان، المبيعات الموسمية ممكن تفقدها، وإذا امتد الموضوع أيضا لبعد ذلك أيضا ممكن يعني تفقد مبيعات أكبر. كيف يمكن أن تستفيد أستاذ محمد الشركات من الحزم الدعم التي قدمتها الحكومة وأيضا يعني القروض التي يمكن أن تحصل عليها من البنوك؟ بالضبط، هي راح تستفيد بشكل أساسي في تحسين مستوى التدفقات النقدية بالنسبة لها، لأن بدون المحفزات هذه يعني توقف المبيعات أو تقلص المبيعات بشكل كبير هذا راح يؤثر بشكل كبير على التدفقات النقدية، وبالتالي يدفعها أنها طبعا تتخلص أو تفصل كثير من العاملين عندها، سواء نتكلم عن سعوديين أو حتى غير سعوديين ممكن يعني
تنهى يعني عقود عملهم او غيره ويسفرون او شيء. فالوجود التدفقات النقديه هذه تبي تساعدهم على الاقل في تخفيف الاثار السلبيه خلال الفتره هذه حتى يعني تنتهي فتره الحجر الصحي. طبعا انا اتكلم الفتره الحظر الكامل اللي احنا قاعدين نعيشها الان. وعلى الاقل يعني يكون زي حبل يعني حبل النجاة لهم تقريبا مؤقتا. ما هي القطاعات التي قد تتأثر بنسبة أقل أو هي بمنأى إلى حد كبير من تبعات فيروس كورونا؟ غالبا هي احنا نتكلم عن قطاعات صحية بشكل عام وقطاعات تصنيع خاصة بالمنتجات الطبية، ونتكلم أيضا قطاعات التجزئة الكبيرة. طبعا نتكلم عن بشكل مؤقت الفترة الحالية ستكون الوظائف آمنة فيها أو قد تطلب وظائف ربما إضافية لتلبية حاجة السوق في هذه المرحلة؟ بكل تأكيد بكل تأكيد. يعني هذه الآن الطلبات الجديدة الآن لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، الأقنعة، المعقمات، هذه الأشياء الآن يعني في فترة البسيطة هذه قفز الطلب عليها يمكن 5 أو 6 أو 10 أضعاف من الكمية العادية اللي تنتج كل شهر. فطبعا هذا بيوفر أو بيتطلب من الشركات هذه أنها توظف زيادة، تستثمر بشكل أكبر في الوقت الحالي لإنتاجها، وحتى يمكن تحويل بعض يعني خطوطها الإنتاجية لإنتاج المنتجات الطبية اللي محتاجت لها قطاع. أما بالنسبة لقطاع التجزئة أو الشركات التجزئة الكبيرة طبعا هذه راح تستفيد منها، بس طبعا مو بالاستفادة اللي كنا ممكن أو اللي حنا ممكن نتوقعها، لأن تركيز الناس الآن على الأساسيات أكثر من الأمور الكمالية. شكرا جزيلا لهذه المشاركة معنا من الرياض الخبير الاقتصادي محمد السويد. مستمرون معكم في هذه الحلقة من برنامج اقتصادكم بعد فاصل قصير. أرحب بكم مجددا في هذا المحور الخاص بآثار كورونا على اقتصاد السودان، حيث وجه الفيروس ضربة قوية للاقتصاد الذي يعاني من أزمات كثيرة تطال قطاعات عدة مثل قطاع المحروقات والمواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق بسبب عدم توفر النقد الأجنبي اللازم للاستيراد. كما يعاني الاقتصاد السوداني من اختلال في الميزان التجاري بما يتجاوز 4 مليارات دولار. آمال السودانيين التي كانت معلقة على عقد مؤتمر قومي يوجه بوصلة الاقتصاد ويضع حلولا للأزمات المستفحلة انهارت دفعة واحدة، كما انهار تعويلهم على الدعم الذي كان متوقعا أن ينتج عن مؤتمر أصدقاء السودان. السبب فيروس كورونا الذي قلب العالم بأسره رأسا على عقب وعمق جراح السودان الاقتصادية. أثر التأثير مباشر على الحالة الاقتصادية، لا سيما وأنه كما ذكرت أنه الوضع كان يعني في حالة من التباطؤ الاقتصادي والركود الاقتصادي. فعندما يأتي أيضا تأتي عوامل كهذه تحد من حركة الاقتصاد. الأسواق السودانية شهدت تراجعات كبيرة في عمليات البيع والشراء، وتأثرت قطاعات واسعة من التجار وصغار رجال الأعمال بما يشبه الانكماش الاقتصادي الناتج عن مخاوف واسعة لدى الناس وتوقف بعض الأعمال والإقبال على شراء الضروريات فحسب. احنا جهزنا استوكات وكميات لموسم رمضان، فلما حصل الموضوع بتاع مرض الكورونا وحظر التجوال فنفذت كميتنا بتاعت التحضير لموسم رمضان. في زيادة غير يعني طبيعية في الأسعار، وزيادة نحن ذاتنا ما قادرين نفهم ليه. كان في تأثير طبعا زي كل المحلات الموجودة في البلد هنا، وتأثير كبير جدا كان على نسبة المبيعات وإقبال الناس ذات على المطاعم، يعني يمكن يكون يتعدى أكثر من 50%.
ورغم التوقعات بحصاد قمح وفير هذا العام يغطي ربما جزءا مقدرا من حاجة البلاد، إلا أن اقتصاد الأزمة أطل برأسه متمثلا بندرة بعض السلع بما في ذلك الخبز. السلطات السودانية نفسها تؤكد أن وباء كورونا سيقود إلى ركود اقتصادي، وأشارت إلى أنها تتأهب لتقديم دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر فقرا، علاوة على ترشيد الدعم بشكل عام. التطمينات الرسمية بخصوص الموقف الاقتصادي في السودان لم تكبح جماح الشكوك بشأن كارثة قادمة، فيما ترى قطاعات من الشارع أن الوباء فرصة سانحة للنهوض الاقتصادي بالاعتماد الكلي على الذات. خالد عويس، سكاي نيوز عربية، الخرطوم. أيضا حول تطورات الوضع الاقتصادي في السودان ينضم إلينا من الخرطوم مدير معهد الدراسات والبحوث الإنمائية في جامعة الخرطوم دكتور عبد الحميد الياس. أهلا بك معنا دكتور عبد الحميد. المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية في السودان كيف هو حاليا، وما هي أوضاع المزارعين؟ الحقيقة الاقتصاد السوداني، قبل أن نتحدث عن المخزون الاستراتيجي، الاقتصاد السوداني كان قبل جائحة كورونا كما تفضلتم في التقرير يعاني من تراجعات كبيرة جدا بسبب الإرث الذي تركه نظام الإنقاذ، تراجع في أداء القطاعات الإنتاجية، تدهور في ميزان المدفوعات، وعجز كبير في الموازنة الداخلية، إضافة إلى التكلفة العالية لدعم السلع. كل هذا أثر على وفورات النقد الأجنبي التي بدورها أثرت على المخزون من السلع الاستراتيجية، خصوصا سلع المحروقات وخلافه. لذلك ظلنا نشهد صفوف طويلة متراصة من السيارات أمام محطات الوقود. أيضا الدعم الكبير للقمح والذي تسبب في يكلف فاتورة عالية جدا، وأيضا لضعف قنوات التوزيع والتهريب واتساع الحدود، كل هذا أحدث فجوة كبيرة جدا في هذه السلعة الهامة والاستراتيجية. فالآن الصورة الوضع يعني متدهور بصورة إلى كبيرة. إلى أي حد ارتفعت الأسعار داخل السوق مع تأثر المستوى المعيشي للمواطن؟ التضخم يشهد معدلات ارتفاع عالية جدا جدا، وذلك بسبب ضخ السيولة الزائدة، أيضا بسبب ندرة السلع، إضافة إلى التراجع الكبير جدا في سعر الصرف. وكما تعلمين فإن سعر الصرف، انخفاض سعر الصرف يؤثر على أسعار السلع المستوردة بصورة مباشرة، فكلما غلت قيمة العملة المحلية كلما ارتفعت أسعار السلع المستوردة، حتى إذا لم تكن مستوردة فحتى جزء كبير من مدخلات الإنتاج تكون مستوردة، وبالتالي هذا ينعكس حتى على مستوى السلع المنتجة محليا. فالتضخم شهد معدلات أكثر من 70%، وأكاد أن أجزم أن يمكن أن تصل في بعض الأحيان أكثر من 100%. ماذا عن المؤتمر القومي لتوجيه بوصلة الاقتصاد في هذه المرحلة؟ ماذا تتوقع من هذا المؤتمر، وهل من خطط دعم فعلية لمواجهة الأزمة التي تتفاقم مع كورونا؟ المؤتمر الاقتصادي كان يعول عليه كثيرا في حسم قضية جدلية أساسية، هي قضية الدعم السلعي وكيفية ترشيده وكيفية التخلص من العبء الذي ينجم عنه على الموازنة العامة. للأسف الشديد هذا المؤتمر تم تأجيله، وبالتالي هذا يؤثر أيضا على الأداء الميزانية، لأن الميزانية موضوعة بعدة سيناريوهات، بسيناريو يرفع فيه الدعم. أيضا تأثر أيضا كما ذكرتم في التقرير الوضع الدعم الخارجي، تأثر بتأجيل مؤتمر المانحين والذي كان من المزمع أن يعقد في بداية هذا العام، ولكن نسبة لجائحة كورونا تعذر أيضا إجرائه، وبالتالي الآن السودان غير متاح أمامه أي فرصة للتمويل الخارجي، خاصة في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية التي ما زالت مسلطة عليه، وأيضا صعوبة التعامل أو الاندماج مع العالم الخارجي عبر المؤسسات التمويلية العالمية وخلافه بسبب العقوبات. دكتور إلياس، بشكل سريع، كيف يمكن اليوم تأمين الحاجات الأساسية الناقصة أو اللازمة للسوق السودانية؟ أعتقد من المهم جدا لحسن الحظ
مردود القمح، إنتاج القمح في هذا العام يعني كان كبير جدا، يمكن أن يكفي لفترة تقدر بستة أشهر، ولكن من المهم جدا توفير موارد مالية بصورة عاجلة لتوفير المحروقات، خاصة هي تدخل في عملية الإنتاج وعملية الحصاد للقمح وخلافه. وأيضا في هذا الخصوص يمكن للسودان أن يستفيد من علاقاته بالدول العربية المجاورة، الدول الصديقة، لتوفير هذه الاحتياجات، لكن تعتبر هذه حوجة عاجلة الآن. شكرا جزيلا مدير معهد الدراسات والبحوث الإنمائية في جامعة الخرطوم دكتور عبد الحميد الياس، شكرا على هذه المشاركة. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من اقتصادكم، تابعنا فيها جزءا عن أهمية الاستثمار وما هي الاستثمارات الجاذبة في أوقات الأزمات كالتي نمر بها الآن، أيضا تطرقنا إلى قطاع العمل وسوق الوظائف والقطاعات الاقتصادية في السعودية، وكذلك كما تابعنا منذ لحظات التطورات الخاصة بالاقتصاد السوداني وأزماته المتفاقمة. شكرا للمتابعة، المزيد بعد قليل، تابعونا.